الدري ولدي من يقول له النهار اللي كان لعب المنتخب مع جويه الجوج، المهم كان يتفرج في الماتش، هو تسالى الماتش، ومن يسالى الماتش مع الجوج جا للدار هز الحويجات لهذا، وهذيك الساعه زاد من تما هذيك الساعه ما شفتو لا الجوج ديال الصباح ديال الليل هذيك صبيحا، لا ما شفتوش، لا 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 ما سمعنا له والو، لا لا ما كاين حتى مشكل لا مع الدراري ولا معنا حنا ولا مع اي واحد. الدري كان عنده موتور تريتور، كان ينقل البلايص من هنا من ولاد السبع لسقلي ربعه الفيلاج، ما شاورناش كاع، باع الموتور صافي، مني باع الموتور داروا تحت منه فلوس تحت منه الله اعلم، وشوف ما باع الموتور دار فلوس تحت منه، ما مشاورناش ولا قالنا مثلا انا ما نمشيش بلاصه ولا هذا، خرج هذيك هي خرجته قبل الماتش، كان معايا في الدار، كنت هنايا ومن اييه كنا في الدار عادي قعدنا، يقول له كان في السوق انا كنمشي للخدمه للعمل، قعدنا كلينا كذا، قلت له وصيته ملي كنت غادي للخدمه وصيته على مو على خوته بحال عادي نيشان عادي. مشيت انا للعمل كتصوني لي فجاه، كتصوني لي المراه قالت لي ولدك راه نخرج نهار فلان الفلاني الساعة الفلانية راه خرج ما ولاش رجع، قلت له عيني واحد الشوية ربما يكون آخر شي بلاصة ولا هذا ويرجع، هو مع طول المدة وحنا نتصلوا بكم. أنا محروقة على ولدي ما عيطش معايا وصبرت عليه شهر وعشر أيام ولدي ما بانش، أنا دابا كنشوف ولدي كنطلب ولدي، لا كان حي يبان كان ميت يبان، رانا قلبي محروق عليك ولدي، ما غيرك حد ما هولك حد ما هدرك شي واحد، داكشي كتسمعني الله يرضى عليك، راه تا مرضي معايا ومرضي مع بواك، ما تاش مسخوط لا نقول ولدي مسخوط، ولدي مرضي معايا، ولدي هو كان هازني، أنا كنت مريضة بالسكر، ولدي اللي كان هازني، دين الطبيب يجري بيا ما كيخلي فين يحطني، راه تا مرضي يا سي محمد كتسمعني وليدي، حس بيا وتعالى لعند مهمتك، رانا ما عيطش كي الناس، رانا ما ضحكتش كي الناس، رانا يا مقهورة من جيتك وقلبي محروق عليك أولدي. أنا محروق عليك أولدي يا سي محمد كتسمعني الله يرضى عليك، الله يرضى عليك أولدي، راه خوتك وحبابك وكلشي مهول عليك، كلشي كنقلبو عليك، لا كنتي وليدي غادي تحرقي الله يسهل عليك، كنتي هنايا الله يسهل عليك، أجاوبني ألو نسمع الصوت ديالك، وقلبي غادي يرتاح، نسمع الصوت ديالك يا سي محمد أولدي، راه تحرقتيني بزاف، راه تشويتيني، أنا ولدي ما هدرش كاع معايا داك النهار، خرج نهار الأربعاء في الصباح يخرج يخدم. لعبت الكره مع 12 ديال الليل جات الجوج، مني جا انا ما فقتش بيه ما فقتش بيه، مني دخل حل عليها خوه الدري الصغير حل عليه قال لي ما دخل مع الجوج، لا وخلا ديك الساعه خرج ما دينا له تعهد، سنيتو نهار الخميس باش يجي ما جاش، صافي نتوما وانا كنقلب عليه، الان لابس تريكون كم بودي، لابس ازرق ولابس السروال ديال الجين ازرق ولابس السبرديله، اللي دا من الدار دا جلابه ديال الجباله غليظه ودا شاقيطه غليظه ودا جوج تركيات نصكم، هذا اللي دا من الدار، عمرو ما قال جبد معايا مويا نحرق ولا غادي شي بلاصه ولا عمرو جبد معايا هذا الموضوع ابدا، عمرو ما هضر معانا ولا خلاها فينا ولا كان يقلقنا ولا ولدي مزيان معانا، عمرو خلاها في قلبنا ولا استقر مع بواه ولا استقر معايا ابدا، ولدي كان حرير معايا، كان معايا بنت ما كانش معايا دري، عندي ثلاثة الوليدات، هو الكبير في خوتو، هما جوج عندي وهو الكبير، ما عندي لا بنت لا والو، هو كنت دايره امي دايره اختي دايره خويا دايره ولدي دايره راجلي دايره أي بلاصة كنت مسندة على ولدي، دابا ولدي خوي بيا أنا ما عرفتش ولدي واش حي، ما عرفتش ميت، ما عرفت المشكل ديالو كيفاش، أنا بغيت نعرفها ولدي، ولا كان كيسمعني يخسر عليا ألو، أيقول لي أمي راني في هذيك البلاصة ما هنقلبش عليه، غنبقى مرتاحه من جهته، دابا رانا مشوقه من جهته وانا مريضه ما عرفت العمر فوكاش، انا بغيت ولدي بالي يجي لمحالهم، حنا ما تقولوا حنا قادين براسنا هازين كتا ما تخسر شي حاجه حتى من خوتك، حتى من خوتك، وراه الكبده هذه راه لا ما كطيب علينا لا خدمه لا عيد كي الناس، لا المهم راه ربي اللي عالم بينا. اللي تعرف عليه الله يرحم والدين الرقم ديال باه هي 06 80 30 03 03، واللي شافوا الله يرحم بها الوالدين قول له والديك راه المهم راه ما هماش في الراحه شاد الراحه هذا، الله يرحم والديه وشكرا.